السلام عليكم، اليوم جبتكم مقطع جديد. اليوم جايبكم مقطع مونجس هذا ايش هذا مونجس، لكن هالمقطع راح يكون فيه اربع مودات. المود الاول اللي هو اوفيسر، وش وظيفته؟ هذا يقتل الامبوستر. اذا قتل واحد وصار مو امبوستر راح يموت نفس الشخص اللي طلق اللي هو الاوفيسر، فكل اللي عليه انه يكفط الامبوستر ويتاكد ان الامبوستر ويطلق عليه ويموت. هذا ببساطه الاوفيسر. نيجي عند الجوكر. الجوكر مهمته اذا جاء التصويت عليه اكثر شيء راح يفوز في الجيم الحاله فقط. مهمه الجوكر يسوي نفسه كانه قاتل عشان الناس يصوتون عليه يفوز في الجيم على طول. الشيء الثالث اللي هو المديك، عبارة عن مود يخليك تهيل اللي قدامك، تعطيه هيل، فإذا جاه زي القتلة ما راح يموت على طول. جاء بوستر وحاول نشيله ما يموت من كل واحد أو ضغط كل واحد، يصير عنده هيل زيادة. فأنت مهمتك كمديك إنك تعطي اللي واثق فيهم كذا يكون عندهم هيل زيادة وما يموت بسرعة. المود الرابع اللي هو الإمبوستر العادي، إمبوستر، جوكر، أوفيسر، والشيء الرابع اللي هو المديك. فإذا ما فهمتم الشرح هذا راح تفهمون في المقطع. أنوات شباب كلهم اللي معي في الوصف بإذن الله، فبس استمتعوا بالمقطع. خرجتني واضح انه الجوكر صح؟ ايه طردوني شباب فلادتكم. الله يرحمك. مين اللي توفى؟ انا اعرف مين بس اسال. اخر واحد طالع من سلوم، طيب من المكان هذاك لقيت جثة محمد هناك. ترى داخل الادمن اللي كم يمكن حوالي 10 ثواني. لا شايفك ما في احد عندي حتى. شباب لا احد يصوت وبس طعم القهر. خلنا نشغل كهرب. اوكي يا اخوان انا اقول لكم عندي شيئين بدون ما اسال عن الاماكن. ايوه خالد كان مع بكس. خالد لا والله مو خالد سلوم كان. انا قصدي لا 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 عادل كان مع بكسب يسار عند الكاميرات. مريت طفت النور شفت ريبورت وشفت عادل طالع من السكيورتي. طيب كلكم تاكدون على عادل نصوت يعني ولا نصوت على خالد؟ انا بديت اشك خالد والله. لا لا خالد ما له دخل توقع. اي خالد صوت راح لاني ما انا صوت لما صوت على عادل هو يبين صح يبين انه راح ولا لا. الله قهر. انا كان لازم اصوت لاني عرفت كل المصوتين عليه. خلونا نطفي الكهرب. طفي الحين. حلو. السلام عليكم شباب. اهلا وعليكم. لحظه جي كيو وكلاش كنت عندي في الادمه صح ولا مين دخل عندي؟ لا دخلت. اول ما رحت كهرب انا كنت في الابلود مدري الداونلود ذا اللي فوق في الادمن. طفى الكهرب ما شفت احد يصلح. رحت بصلح في البدايه عند الادمن كلاش وجي كيو. كلاش جاي من تحت وجي كيو اتوقع انه جاي من فوق. رحت الالكتريك اول ما دخلت شفت جثه قدامي جثه توسمس. يعني لا هو خالد ولا انا لان محمد جيم القاتل. كلاش جاي من تحت وبس. محمد جيم جاي من تحت قبلني بالكافيتيريا صدقوني. محمد جيم يا الله يا عيال تكفى ركزوا تكفون. انا اتوقع لو نطلع سلوم وكلاش ما راح نخسر. لا طلع خالد بس سلوم ترى كلنا شاكين فيه من زمان. خالد خله مالي الا كذا سلف ريبورت. يجون اثنين من فوق متاكد من هذا الشيء. اوكي حمد جيمز هو اللي مصلح. القلب منك يلا سلوم يلا 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 بس يلا يا الله يا وينهم؟ مستحيل ما تجي ولا قتله. خالد وينك؟ شباب انا بقول شيء عادي مو بمحمد جيمز لان انا مريت الادمن وشفت الجثه بس جيت بروح كافيتيريا ابى اشوف مين اللي هناك جهه المدبي وهذا الاشياء. جات صويت يعني كنت قاعد الاحق القاتل لان ما نزل تحت رقى فوق. انا اتوقع لا صوته علي احسن. لا 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 شباب تسوقون انا ودي اقتل واحد. بسرعه اطلع مستر عادل. هي المهمة هذه والله. اوف ايوه الو سلام. اوكي هلا والله. هلا والله حلين ميو ترى يا سلام. هلا من وين جاي من ميد باي؟ انا داخل ميد باي قاعد اشوف البنت يا قفطة. انا كنت اسوي سكان. كنت تسوي سكان؟ اسمع ما شفت احد اصلا في الميد باي. توقف ما انت. ايوه اللي حصل
انا كنت في المدبي اسوي سكان يوم خلصت انتظرت فوق عند الباب. طيب شوي سلم طلع من المدبي، والمدبي كان ما في احد. طيب انا داخل ما لقيت احد اصلا. طالع من البنت. ليش ما ذبحك؟ لانه ذابح واحد مستحيل يطلع من البنت. كيف ذابح واحد؟ كيف ذابح واحد؟ من اللي ميت؟ ما حد مات. من اللي ميت؟ يا الله هذا يبغى شوف يا لا حد صوت عليه ترى جوكر. لا حد صوت عليه يمكن. لا لا صح مو بيمكن انا الجوكر. اوه صح نسينا. اه سكر سكر يا عيال الجوكر محمد فواز خذوها مني. بيلحقني واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ست قاعد اراقب بكسل مستر عادل كلاش جاء شطح ما يبدأ خل معك الكتريك ارجع المدبي ريان تحت يسار يا رب ما يكون ريان لا اوه اخوان وليه احد بالكاميرات دقيقة انا وسلم كنا نمشي ورا بعض خلونا نتكلم انا وسلم كنا نمشي ورا بعض اوكي محمد هو المدبي طيب. في جد مقتولة في بين السيب والمدبي في واحد طالع منه يا محمد اللي طالع طالع من مسألة ماكن طيب قاعد اسأل محمد الحين في واحد طالع قبلك ما ابغى اقول اني اوفيسر اوكي ما ابغى اقول اني اوفيسر عشان اذبح مستر عادل مع قوره مو بنت ريان لا لا قاعد امشي معاه قاعد امشي معاه قاعد امشي معاه انا كنت كنا ترى انا انا المحت واحد بس ما ادري شلون انا محمد محمد اللي ورا لا 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 قدام اللي ذبح اللي ذبح قصدي يا عيال يا عيال دقيقه تكمل كلاش يا عيال سكيب يا عيال خلاص ابغى اقتل مستر عادل لازم اقتله شباب قصيت راسه قص انا الاوفيسر مستر عادل قاتل قدامي يوم كان معي ريان سكبوا شفتوا كل شيء مع بعض سكبوا طلع كلاش طالب طيب ترى شو اسمه محمد مو بمباستر محمد متك طيب شوف يا كلاش اعطاني شيء يا خالد يا خالد يا خالد ثقوا فيني سلم 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 عليك توكبت والله سلم محمد فواز يا عيال اليوم معكم كلاش كلاش دقيقه سلم عشان ما يفوز الجوكر راح اذبح يا خالد يا كلاش انا صوتت على واحد بقيت لك مستر عادل تلذذ سلم اذبح كلاش اول سلم اذبح وين ساحه القصاص وين 50 دولار شباب على البيبال ما اذبح شباب القصاص في الوبن يا شباب تم ها مين اول بتحدي شكرا اذني اذني وش صار مين ذبحت انت الحين على زينو والله يلحقني عيال مسكين كلاش ضم القهر من المغلط انا شايف كلاش اصلا انا والله ان لحمني كيف مستر عادل تراني شايفك مستر عادل تدري والله جيم جامد ما تروعني زي كذا طيب انت قص راسك قدامي انا وريان ترى محمد جيم هو الامبوستر وجي كيو جامي اليمين تكفى لا تذبحني مستر عادل اوكي بحاول نخلص مهام بسرعه وليه كم واحد هنا ساتر بواحد اثق فيه ايوه مزكس تعال والله ما ادري ما اثق فيك بس اوكي توقعت توقعت يا اخي توقعت كنت بواحد اثق فيه الله يقرع ابليس بس لقيت الكهرب لكن لا لازم تلقى احد هنا لا لا يا عيال يا عيال يا عيال يا عيال جثة ترى كلاش مو كلاش مو مالي دخل انا فيه خالد انا اللي ذبحته انا اوفيسر انت يا ساتر القم خالد القم يا ساتر اصبر مخي غير ورانا محمد انت يا عيال ايه يخوف يا عيال قاعد يجرني عند الزاوية ذيك امك كذا طيب انت الحين قتلت كلاش ولا قتلت خالد ولا صار دقيقة ثواني مو الاوفيسر اذا ذبح واحد مو امبوستر يموت هو نفسه يب يب إيه؟ طيب انت الحين انت الشرطي طيب طيب ذبح واحد مفروض إيه مفروض انت اللي تموت يا محمد جيم فمعناته ذبح امبوستر خالد امبوستر يعني خالد امبوستر اي ولكن هو ميت عشان كذا خالد لازم انا ريان الحين دبل عشان يكون انه في واحد اوكي لان على بالهم الحين انه في واحد بس ما في واحد في اثنين انا ودي ريان يقتل احد هنا طيب باقي لي ثانيتين فيمديني اي بس اي حد يمر من هنا يمديني اذبحه يا جماعة الخير هلا في حال ترى يوم خلص الراوند اللي قبل الميتنج ترى قال تو امبوستر ريمينينج
خالد غلط اجل معناته كيف غلط كيف غلط وكانت لا لا لو اني امبوستر كان قلت لكم سكبنا القم دبل الو طيب الامبوستر يا رب دبل يا رب دبل يب هذا اللي يقوله يا اوفيسر شد حيلك تكفى يلا انا بقتل يلا حوقك شد حيلك لا مو بالكهرب ريال لا مو بالكهرب بالكهرب تعال تعال ريان محمد جيم انا كنت معطيه شيلد حلوين وكان يمشي وراي فجأة لقيته كذا ميت ذبح نفسه كان يبي يذبح لقيتها تو تجي يعني ولا شو ما ادري يا اخوان يا اخوان لقمنا بعدين مبصر الفشلة محمد يا الله ريان لا تسوي تكفى لا تسوي لا تسوي الو الو اصبر 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 انا صلحت الكهرباء فجاه رجع من جديد ما ادري ايش صاير لا يا محمد اصبر طمن اللعب عشان ما يصير تعادل بس خوفي يطلع مزيك سوسم زيو يا رجال انت مبوستر اوه يا شيخ ما حد يشغلني بالنصيطه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اوسم اتوقع ان ما في فايده نسوي مهمات ان بنضيع وقت ونطلع اوسم ونفتك اوسم طيب انا اقول ام زد ليش تكتب طيب الراند اللي راح انا مسوي بيت جراند اللي راح ما تدري بتنكد لي احنا ما ندري بنصوت عليك بالغلط خالد ابجلدك قلل الكول داون الله ياخذه 70 خالد صادق هم 70 30 ريان والله ما قدرنا نسوي شيء 30 ثانيه ملك حلو متقيم ساد ما تخفيك بس يلا عطيت كيل ما ادري يجي الهيل ولا لا خالد اللي عندي ولا مين محمد جيم وينك محمد جيم متوقع انه راح الكتريك يا رب محمد فوز ما يذبحني يا رب انا داخل معك محمد فوز ما تخفيك ابدا ما اثق فيك قوي لانه ما اثق فيك يا شيخ والله العظيم اني كذا اشك في الواحد خلاص جي يا بني ادم خلاص شبابي اول شيء خالد وين مكانك اصلح الكوميونيكيشن ميزك الكوميونيكيشن خالد مو معنا بس محمد جيم او 2 اوسمز الكتريكال كلاش ليش ما سالت عادل ليش ما سالت عادل لانه هون امبوستر شاقه قدامي انا صلحت معي صلح معي يا شباب مستر عادل مستر عادل ما يدري اني قاعد اسوي طاقه اوكي مأفك في الكافيتيريا انا الله يحفظك يا طيب قدام عيوني ما تكذب مأفك انا في الكافيتيريا ما تكذب قدام عيني شاقشق جاي انا من الطاقه يا عيال جيت بروح اصلح كوميونيكيشن فجاه اشوفه شاقشق وطالع من الباب كانه ما سوى شيء طريب بسم الله عليه انا مأفك طب الباقيين شباب محمد فواز وكلاش مريتوا كافيتيريا انا نزلت من انا شايف سلوم بالادمن صادق مستر عادل شاقة قدامي تبون صوتون ولا اكسر البي سي انا خلاص اصدق سلوم انا شوف مو البوستر معليش خالد اذا مو البوستر ترى سلوم جوك لا وريان شرف عادل بوست هذا هكر انا ميدك عطيت خالد بعد الشيلد مليون جيم اصير يلا شوف 1 امبوستر ريمينينج زبد انك يا اخي وين طلعت لنا لا استكفى تذبحني يا كلاش ريان عندي يلا كم شم مع بعض يلا كلاش صلح ها وات كلاش ايش فيه مين كان يا ليل انا خالد